مرحبا يا اخواني الاعزاء، مرحبا بكم في قناتي الازهر. اليوم يوم البيئة. اقف حاليا امام بيت جديد بناه طلاب في هذه المدرسة لزميلهم ايمن. انهدم بيته في فيضانات جارفة حدثت في السنة الماضية، كثير من الناس فقدوا حياتهم فيها. هنا يصبح طلابنا قدوة لمجتمعنا وعزة لوطننا. سيقوم وزير التربية والتعليم بتسليم البيت الجديد وافتتاح الحفلة مساء هذا اليوم إن شاء الله. سأكون معكم في هذا حفل البهيج. إلى اللقاء.